ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا متر النهارده كده عند ابو عامر. متر ده ب 40 جنيه ومش تمام. كيلو الكيلو ولا المتر؟ الكيلو ب 40 الكيلو ب 40 جنيه. شايفين الحاجات دي كلها فين؟ كيلو الكيلو ب 40 جنيه. حلو قوي، الكيلو ب 40 جنيه، ده كمان الكيلو ب 40. شايفين القماش ده كله كيلو ب 40 جنيه. حلو قوي، الكيلو ب 40 جنيه، جميل. كيلو ب 40، ده ب 40. شايفين ده كله عند ابو عامر، كيلو ب 40 جنيه. عنده قماش تنجيد حلو قوي، كيلو ب 40. حلو قوي القماشه دي، ب 40 جنيه. في منها نبيتي، جميل، حلو قوي ده. شايفين دي كمان اهي، دي كلها اهي على بعضيها، توزنيها تاخدي تعمليها ممكن حافظه. الكيلو ب 40 جنيه، ده كله فين؟ عند ابو عامر. صراحة عنده تشكيلة حلوة قوي النهاردة. ده كله فين؟ ده أبيض، حلو قوي ده، كله ب 40 جنيه. حلو قوي ده، كله ب 40 جنيه، ما شاء الله عليها، أهو ب 40، وده كمان ب 40. حلو قوي الحاجات دي، ب 40 جنيه. ده ب 40 برضك؟ استنى اوزن دي، ب 40 اهو، كيلو ب 40. اوزن لها دي، ما هو اوزن لها دي، اوزنها كده، وزن يا رب الاقي حد بيصرف. كيلو 100، كيلو 100، كيلو ب 40 جنيه. الاستك بكام؟ 25. والكوت بكام؟ ب 20. والخطه بكام؟ 5 ب 5. الخمسه ب 5، ده كله فين عند بعض؟ والكوت ب 20، وده استك اهو تركيه برضك ب 25 جنيه. ده كله فين عند ابو عامر؟ ده عنده تشكيله حلوه قوي النهارده. ده الخيط الواحده بجنيه. خيط الخيط اهو زي ما انتم شايفين، الواحدة بجنيه، دي بجنيه اهي، دي بجنيه. حلوة اوي الحاجات دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.